الخارجية الإسرائيلية هنا بعتين عايزين يقعدوا معاك. بخصوص إيه سيادتك؟ واضح إن تصريحاتك في البرنامج التلفزيوني ضايقتهم جدا. الحقيقة أنت زودتها شوية. دول بيتلككوا بقى. أنا عارف الموضوع ده جاي منين. جاي من عندهم هما. من جوه. أنا عايزك تدير المسألة بشكل لائق. إحنا دبلوماسيين. وعمرنا ما تصرفنا بشكل انفعالي. يعني هيتحقق معايا هنا استاذ سفير ولا ايه؟ لا اطلاقا، ولا حد يقدر يقول كده. هم باعتين يقولوا ان في بعض الاستفسارات الخاصه بيك، عشان كده عايزين نتكلموا معاك. زائف جدعون، مدير إدارة مصر في الوزارة. اتفضل مستر ناجي. في الحقيقة أنا عاوز أتعرف بسيادتك من زمان، بس الظروف بقى ما سمحتش. خير يا مستر زيف. أولا لازم سيادتك تعرف إن إدارة مصر هي أهم إدارة عندنا في الوزارة، والسياسة الإسرائيلية يهمها بشكل كبير استمرار التعاون معاكو وتلطيف الأجواء دايماً. وهي اللي عكر الأجواء يا سيد جدعون. يعني بعض العبارات اللي حضرتك قلتها في الحفل كانت قاسية وسابت ردود أفعال مش لطيفة في الجو العام. يا سيد جدعون، إحنا لو وقفنا البعض على الكلمة مش هنخلص. أجيب لك جمر وعبارات زي الزفت قالوها مسؤولين إسرائيليين عن مصر وبيقولوها كل يوم. أنا مش عاوز سيادتك تنفعل. أنا أصريت إن لقائي معاك يبقى ودي علشان أعبر لك عن وجهة نظر أكيد تهمك وتخليك كمان تكون أكثر حرصاً بعد كده في تصريحاتك. أنا عارف أنا بقول إيه كويس. أنا ما بهرتلش. عموماً الموضوع ده خلص خلاص. احنا عاوزين نتكلم معاك في موضوع تاني خالص. موضوع ايه؟ بس لو تسمح لي، في اتنين هينضموا لنا يشتركوا معانا في النقاش. مستر مشتيف باولا، مدير جهاز الامن العام. رافسي يوسي كارمي من الامن العام، عارفه كويس. نجبك، نحن في عنا بعض الأسئلة والاستفسارات وحابين من سيادتك توضيح حولها. أسئلة؟ ومن إمتى الأمن العام بيحقق مع الدبلوماسيين؟ نحن منعتذر نجيبك. إحنا بدنا تفسير لشبكة العلاقات الكبيرة اللي أنت عاملها في تل أفيف. أنت بتسألني أنا؟ أنا راجل محبوب وليا شعبية كبيرة في وسط الناس، ما تسألهم هم. إيه سبب ترددك على سوق الكرمل بشكل مريب؟ الله، أنا راجل عازب وعايش لوحدي. لما أحب أشتري خضار هشتريه منين؟ من الأجزخانة؟ دايماً نشوفك واقف مع واحد اسمه مصعب أبو الجدايل، عنده كشك في السوق. إيش علاقتك فيه؟ أنا معرفش حد اسمه مصعب أبو الجدايل. واسمع بقى، أنت جيت لي مرة البيت الساعة 1 بالليل وكنت عايز تخش بالعافية، وأنا عديتها ما رضيتش عليها، لكن أقسم بديني أنا أفضحكم في وسط الدنيا كلها. واحترم نفسك واعرف أنت بتكلم مين. يوسي تشتطيك قال تدبر. أنا بقدم اعتذاري للمرة الثانية نجيبك وأرجو أنه تقبله. يوسي تعزوف أوتانو، تفضل. يلي صار كان مجرد دردشة وأنا ما حابب كثير إنه تنفعل. الصراحة وحتى نبتعد عن الشك وندخل بالموضوع مباشرة، نحن في عنا سؤال واحد، وهذا السؤال بحاجة لجواب من حضرتك. ويبقى هو السؤال إن شاء الله. هذا رصيد حسابك في بنك لأمي.
وانتوا باي حق تطلعوا على حساباتي في البنك؟ نجيبك، المبلغ الموجود بحسابك مبلغ كتير ضخم وما بيتناسب ابدا مع دخلك الشهري يلي نحنا كمان عارفينه. نحنا من حقنا نسأل عن مصادر فلوسك. ما فيش حد في الدنيا من حقه يسألني عن مصادر فلوسي. أنا هسحب فلوسي من البنك ده وهحولها البنك بره إسرائيل. ده فيلم سخيف وهبل اللي أنت بتعملوه. مصادر فلوسي في البنك، كنت واقف مع واحد اسمه مصعب أبو الجدايل، وطبعا هيطلع أبو الجدايل ده من المقاومة، ويبقى أنا بمول المقاومة من الفلوس اللي في البنك. ها؟ مش بعيد كمان أكون ورا عملية اغتيال وزير السياحة بتاعكو. اسمع يا مستر مشتيف، شغل العصابات ده لا يليق بدولة. ده إذا كنتوا عايزين تبقوا دولة، وأنا مش هسكت على الكلام ده. إيه يا مستر هليفي؟ أنت عمال تلف وتدور كده، في إيه؟ أنا جاي أسحب رصيده كله من البنك، أنا حر. طبعا مستر ناجي انت حر، بس كان لازم تعطيني خبر مشان اجهز لك الحساب. ما يصير هيك فجأة هاتوا فلوس خذ فلوس. لا لا ما يصير، صعب. ماشي اجي اخذهم بكرة. لا لا بكرة صعب، نحن صرنا بكرة. المسألة بدها شوية وقت. وقت ايه؟ دي فلوسي، لما عوزها لازم الاقيها في اي وقت. مستر ناجي انت لازم تهدى مشان نعرف نحكي. تشرب قهوة؟ مش عايز زفت. مستر ناجي انت ليش زعلان من بنك لأمي؟ عشان البنك اللي يسرب رصيد عملائه لأي جهة مهما كانت يبقى بنك غير أمين. لا لا مستر ناجي ما بيصير تحكي هيك، هذا أضخم بنك في الشرق الأوسط. مستر هليفي، هاخد فلوسي إمتى؟ الحقيقة ما أعرف. أنا جت لي أوامر من جهات عليا بتجميد كل أرصدتك، وما أقدر أحركها إلا لما تجيني أوامر ثانية. تجمدوا أرصدتنا؟ لا ده نصايع انا اطبقها على دماغكم كلكم الا الفلوس، وانا هعرفكم مين نجا عطله يا حراميه نصابين يا ولاد الكلب. اللي عملته يا ناجي بيه غلط بكل المقاييس. في الحقيقة أنا مندهش. أنت تعمل كده؟ ده أنا كنت بضرب بيك المثل في الانضباط وضبط النفس. الصحافة مسمياك الدبلوماسي البلطجي. طب أقدر أقول لهم إيه؟ سيادة السفير، الناس دول بيستفزوني بقالهم مدة. ما كنتش أقدر أسكت لهم المرة دي، ومش هسكت. أنا مش عايز تدخل دبلوماسي، ولا عايز السفارة.